الاكزامبل اللي هنتكلم عليه دلوقتي هيبقى بيزد برضو على اكزامبل من كتاب بيرن جونسون اللي هو اكزامبل 4.4 في كتاب فيكتور ميكانيكس ستاتيكس. الاكزامبل ده عبارة عن ان انا عندي عمود, العمود ده متثبت في الارض, متثبت يعني ايه فيكست سبورت, اوكي, وبعدين طالع منه دراع زي ما احنا شايفين كده. الدراع ده متركب عليه كابل, الكابل ماشي بيلف على بولي, البولي هنا مفيهاش فريكشن بمعنى ان التنشن في الكابل ده مش هيتغير, وبعدين الكابل متثبت في الارض وفي تنشن ثابت. هنسمي النقطة اللي فيها التثبيت من هنا نقطة B, والنقطة اللي فيها التثبيت في الأرض F, نقطة متثبت عندها العمود نسميها E, والنقطة اللي متثبت فيها الدراع في العمود نسميها C, ونقطة البولي نسميها D, وفي عندنا نقطة هنا في الطرف نسميها A, دي عندها فورس لتحت. Let's call it مثلا P نيوتن. خلاص المسألة كده طبعا هي يعني مختلفة شوية عن اللي في الكتاب, لكن نفس الرسمة تقريبا. المهم ان انا المفروض ان انا I know ان التنشن هنا في الكيبل ده معروف, تنشن SIOM Let's call it T, اوكي, وبعدين انا مديني المسافة دي هنسميها X1, ومديني الطول ده والطول ده هنسمي ده X2 ده X3, اوكي, وبعدين مديني الارتفاع الارتفاع ده هنسميه Y1, ومديني المسافة دي هنسميها Y2. بيزيكلي المسألة دي هنقول والله أول خطوة زي ما بنعمل في مسألة ستاتكس هناخد الفري بودي دياجرام, يعني كما لو كنا هنشيل السبورت وهنحط الاكسترنال فورسز. هنا السبورت ده بتاعنا is a fixed support, والفيكس سبورت بيبقى عليه فورس اتجاه الاكس, فورس اتجاه الواي, بيبقى عليه كمان مومنت. يبقى بالتالي أنا لو حبيت أرسم فري بودي دياجرام هقول إن أنا عندي العمود أهو زي ما هو, اوكي, وادي الدراع طالع منه, وبعدين الكيبل اوكي, وبدل ما هكتب بقى بدل ما هثبت الارض هقول ان انا عندي ايه اي واي وعندي اي اكس وعندي مومنت عند اي, اوكي, وهيبقى فيه هنا التنشن وهيبقى عندي هنا الاكسترنال لود في, صح. من الاطوال دي هنقدر نجيب الزوايا x1 y2 و هنقدر نجيب الزوايا اللي احنا عايزينها, وبالتالي المساله بقت مساله ان انا اجيب الفورسز في اتجاه الاكس والواي واعمل واطبق الايكوليبريم ايكويشنز الثلاثه سيجما اف اكس سيجما اف واي وسيجما اف زد. هنيجي دلوقتي نكتب اول معادلة منهم السهلة المفروض, يعني سيجما اف اكس, هتلاقي عندك في الاكس مفيش فورسز غير الاي اكس, تمام, وعندك الكومبوننت بتاع التنشن. انا هفترض دلوقتي ان التقسيمة دي هنا هيبقى ان التنشن هيبقى تي اكس وتي واي, طبعا التفصيلة دي هنجيبها من التريجنومتري, يعني مش هتكلم عليها هنا. مسألة resolution of forces دي مسألة المفروض ان احنا عارفينها كويس قبل كده. يبقى زائد tx equals 0 على طول. من ده هقدر اقول ان ايه ex equals minus tx. تاني افكرك الاي النيجاتيف ساين بتقول لي على طول ايه, بتقول لي ان الافتراض الاولاني بتاع الاتجاه اللي انا افترضته هنا مقلوب, بمعنى ان اي اكس اكشلي في الاتجاه الثاني وقيمتها بتساوي الهوريزونتال كومبوننت بتاعه التنشن في اتجاه الاكس. طيب في اتجاه الواي تعالوا نكتب
دلوقتي سيجما اف واي في المسألة بتاعتنا عندنا اف تجاه الواي، عندنا اي واي لفوق هناخدها يبقى اي واي، وبعدين عندنا ايه تاني، عندنا تي لتحت يبقى ماينس تي، عندنا تي واي لتحت يبقى ماينس تي واي، يبقى فاضل ايه؟ مش فاضل حاجة تاني، يبقى على طول تي واي دي جيفن لان احنا عملنا ريزولوشن للتنشن، يبقى فاضل على طول ان احنا نجيب الاي واي بتساوي البي زائد التي واي، يبقى كده مجموع الفورسز اللي في اتجاه الواي جاب لنا الاي واي. يبقى احنا دلوقتي معانا الاي اكس والاي واي، فاضل مين؟ فاضل المومنت ام اي. عشان نجيب المومنت ام اي هنضطر نعمل سيجما مومنت حوالين نقطة. أسهل نقطة تعمل حواليها إيه؟ هي إي نفسها، لأن عندها إي إكس وإي واي، والمسافات هنا هتبقى بسيطة، خصوصًا إن الكومبوننت تي إكس مش هيدخل معانا في المسألة. يبقى ناخد سيجما إم، هنا أنا وقعت في زنقة، إم إي، أنا لو كتبت سيجما إم إي هتبقى هي هي، فأنا هكتب إم نود دلوقتي، سيجما إم والاتجاه هنا. يبقى السيجما المومنتس اول حاجه هتبقى ام اي نفسها اللي هي الرياكشن اللي احنا مش عارفينها، ام اي هنحطها وهي في اتجاه البوزيتيف، ام اي ايه اللي بيلف تاني في اتجاه البوزيتيف، هنلاقي ان بي هتتضرب في المسافه اكس 1 بلس اكس 2 تدينا المومنت دي، يبقى زائد بي في اكس 1 زائد اكس 2، وبعدين تي واي هتتضرب سوري x2 plus x3، وبعدين تي واي هتتضرب في x1، بينما تي اكس بتمر بنفس النقطة، الخط بتاعها بيمر بنفس النقطة، يبقى بالتالي تي اكس ملهاش مومنت حوالين النقطة اي، يبقى هنقول ماينس تي واي في x1. تي واي معلومة، بي معلومة، الاكس is given، يبقى ام اي تتجاب على طول عبارة عن تي واي في اكس 1 ماينس بي في اكس 2 بلس اكس 3. خلي بالك المساله دي اتحلت مباشره، اتحلت بسرعه جدا، يعني يمكن الخطوه اللي ما عملناهاش هي خطوه تحليل تي اكس التنشن في الكيبل تي اكس تي واي، لكن شكلها يمكن اصعب كشكل مجرد ما تبص لها كده تخضك عن المسائل الثانيه، لكن دي لما جينا نحلها ونكتب المعادلات بشكل سيستماتيك اتحلت معانا مباشره في خطوات بسيطه وسريعه.